أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بخص صفاتك بعز جلالك بعظمة أسمائك وبعصمة أنبيائك وبنور أوليائك وبدم شهدائك وبدعاء الصلحائك وبمناجاة الفقرائك اللهم إني أسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر وتوبة قبل الموت ورحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة وعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة إلهي أعمالنا قليل وحاجاتنا كثيرة وأنت عالم بصير ربي مسني زر وأنت أرحم الراحمين اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان فاستجب دعائي واغزي حاجاتي برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار ان سوروں کا کی تلاوت کا ثواب اور اس دعا کی تلاوت کا ثواب محمد وعلی محمد پر پہنچے اور اس سے جو ثواب ملے اس کا ثواب سید عسکری حسن عسکری ابن سید محمد تقی کی روح کو پہنچے درجات عالیہ جواب.